ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا موني هنعمل الشاورما الجميله جدا وبطريقه سهله قوي. بس تعالي الاول نقول لاصحابنا ازاي هنتبلها، والتتبيله ديت بتقعد فيها ممكن من ساعتين لغايه يوم على حسب الوقت اللي يسمح عندك. تعالي نعرف المكونات بقى. اول حاجه معانا لحمه كندوز متقطعه شرايح شاورما، ومعانا ليه مقطعينها، والليه دي بتديها طعم جميل جدا، ومعانا 4 معالق خل، ومعانا ثوم مفروم، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وثوم باودر وكزبره وكمون وبصل باودر وبهارات وشطه. تعالي بقى نقول لهم هنتبلها ازاي. هنجيب بقى بوله فاضيه وهننزل بالخل، وهننزل بالثوم المفروم بتاعنا، ونزلنا عليهم بالتوابل وهنقلبهم مع بعض كويس، ونزلنا بقى باللحمة وهنقلبها في المكونات اللي احنا حطيناها كويس قوي. وبعد ما خلطناها بالمكونات كويس قوي هنغطيها بقى ببلاستيك ستريتش وهنشيلها 4 ساعات عشان انا هعملها النهاردة. وبعد ما خرجنا الشاورما من التلاجة هنقول لكم على المكونات اللي هنستخدمها معاها. معانا بصل متقطع شرايح، فلفل الوان متقطع شرايح، وطماطم متقطعه مكعبات، وبقدونس على حسب الرغبه. ويلا بقى نشوف هنعملها ازاي. هننزل بقى بالزيت، ومش هنحط كميه كبيره لان احنا كده كده حاطين على الشاورما ليه، وهنسيبه لغايه لما يسخن. وبعد ما الزيت سخن كويس هننزل بقى بالشاورما وهنفردها كويس كده ونقلبها تقلبتين ونسيبها تتشوح كويس. وبعد ما الشاورما شربت ميتها كده هننزل بقى بالبصل بتاعنا ونقلبه معاها تقليبتين. وبعد ما قلبنا البصل هننزل بالطماطم ونقلبها برده معاها تقليبه كده، ونزلنا بالفلفل بقى وهنقلب كله مع بعض وهنسيبهم كده يتشوحوا مع بعض شويه. وقبل ما يطفي النار هننزل برشه البقدونس، وطبعا البقدونس دوت اختياري. وده الشكل النهائي للشاورما بعد ما استوت، ما اقولكوش على الريحه تحفه. تعالوا بقى نعملها في الساندوتشات. طبعا الساندوتشات ديت اختياري، ممكن تستخدمي باتي بام، ممكن كايزر، عيش سوري، زي ما انت عايزه بالظبط. هنحط الطحينه بتاعتنا الجميله، وبعد كده هنحط الشاورما. وطبعا الشاورما او لحمه الشاورما ليها فوائد كتيره جدا، لان اللحمه ديت طبعا بروتين حيواني وليه فوائد كتير جدا، ومن اهمها ان هي كويسة للهضم والعضلات، وكمان بتحسسنا بالشبع. الى جانب طبعا احنا زودنا القيمة الغذائية بتاعتها بالخضروات اللي احنا حطيناها فيها. هنكمل السندوتشات وهنوريكم الشكل النهائي ليها. واو، شكلها جميل وريحتها تحفة قوي ماما. لا وطعمها كمان جميل جدا وهيعجبك، وصحابنا ان شاء الله يجربوها وتعجبهم. اكيد هيجربوها. لو عجبكم الفيديو يا اصحابي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لو انتوا جداد في القناة، والى